البوس الاول بوس تايتل كيف جاي راح نبدي نطبق المقطع بعدين نبدي نطبق او كيشن في الشوارع عشان تدافع عن نفسك. المقطع هذا البوس الاول انا طول شيء انا طول شيء هنا راح نجي نوضح لكم عمليه الدفاع عن النفس شلون تبدي. هنا راح يجي المهاجم ياخذ الوضع القتالي، اي حركه يوجه لك اياها الخصم الاخر انت تعرف شلون تتخلص منها وتعرف شلون تدارك موقفك وتعرف شلون تتخلص منها باي طريقه هي تعجبك. وان تو ثري اوكي تشين حاول تخلي الحركه تبين حتى المشاهد يشوف الحركة بصورة صحيحة. تيجي أنا دول سير مرة. Thank you.